تهمنا كثير فقرة صحة حياتي. بإذن الله هالأسبوع حنتعرف كيف ممكن الشخص يقوي بدنه وش فائدة الأنشطة الهوائية على جهدنا البدني. طبعا الحديث أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني. أهلا وسهلا فيك. حياك الله دكتور. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. هل فعلا في وصفة خاصة للنشاط البدني؟ هذه شبيهة بالوصفة الدوائية، يعني خلينا نفترض أن الواحد مرض يبغى يروح الطبيب، وش يقول للطبيب؟ خذ الدواء. ويروح الصيدلية يقول عطني دواء ويخرج؟ لا طبعا، في دواء خاص للسكري، دواء خاص لهشاشة العظام، دواء خاص لأمراض عديدة. يجب أن يصف الطبيب الدواء المناسب، نوعه وجرعته، وهكذا طريقة استخدامه. نعم، وهكذا الحال مع النشاط البدني، اسمه exercise prescription، وصفة النشاط البدني، وصفة يجب أن يتم وصفها للأشخاص العاديين يعني الأصحاء، ووصفة النشاط البدني المخصصة لأكثر من 70 مرض. بمعنى أسوأ نصيحة ممكن يأخذها الإنسان يقول مارس النشاط، كأننا نقول خذ دواء. أي نوع من الدواء؟ يجب أن نحدد ما هو نوع الدواء. عندنا الأنشطة الهوائية مثل المشي، الهرولة، ركوب الدراجة، السباحة، هذه كلها قائمة من قوائم الأنشطة البدنية الهوائية، هدفها تنمية القلب والرئتين، الجهاز القلبي الرئوي. طيب عندنا الأنشطة الأخرى، الأنشطة التي تعتمد على تمارين المقاومة، بمعنى تقوية العضلات، تقوية العظام، أيضا في شيء مخصص للمرونة، تمرينات الإطالة. هذه أنواع، أنا تحدثت الآن فقط في نوع النشاط البدني، حددت يعني نوع العلاج. طيب ما هي شدته؟ هل شدة منخفضة، متوسطة، عالية، على أساس ماذا؟ ضربات القلب على أساس؟ يجب أن يحددها الطبيب أو أخصائي النشاط البدني، يحدد الشدة هذه، يحدد كم عدد الوقت المحدد لممارسة النشاط، 10 دقائق، 30 دقيقة، ساعة، وش تقول التوصيات العلمية؟ نحدد عدد الأيام أيضا. لاحظوا في 3 أيام، في 4 أيام، وفي 7 أيام، على حسب الحالة اللي أمامي. إذن هو علم، وصفة النشاط البدني هو علم يعتمد على معلومات بناء على أبحاث علمية ثم تعطى للشخص المناسب. بس الغالبية الناس يتبادل لذهنهم دائما أنه النشاط البدني فقط لخفض الوزن، ما له علاقة بالتفادي الأمراض أو. طيب أنا أعتقد أن هذا السؤال يهم المشاهدين والمشاهدات على حد سواء. الآن أبغى أعطي معلومة قد تكون صادمة، هناك أكثر من 70 فائدة مثبتة علميا لممارسة النشاط البدني، ليس منها خفض الوزن، ليس منها نعم خفض الوزن. 70 فائدة نستطيع أن نأخذها من ممارسة النشاط البدني، لكن ليس له علاقة بخفض الوزن. خلينا أعطي النصيحة الآن الواضحة العلمية حول خفض الوزن والنشاط البدني. الناس اللي هدفهم خفض الوزن والناس اللي عندهم مشاكل في السمنة ويريدون خفض الوزن، 70-80% يجب أن يركزون على الحمية الغذائية، هذا أولا. النشاط البدني ثانيا. إذا 70-80% ماذا نأكل وحجم الأكل ونوعية الأكل هي التي تحدد خفض الوزن. إذا الأكل الأهم. طيب نأتي إلى النشاط البدني الآن لخفض الوزن، وأنا قلت 70 فائدة، يعني أنا أمارس النشاط البدني ليس خفض الوزن. أمثلة تكون غريبة شوي يعني في الفوائد. بالفوائد كل الفوائد على صحة الإنسان من جرعة النشاط البدني، يحسن الأنسولين، يحسن سكر الدم، يحسن الذاكرة، يحسن التنفس، يحسن القلب، يحسن الرئتين. ما في خلية في جسم الإنسان إلا تستفيد من هذه الجرعة من النشاط البدني. الله سبحانه وتعالى ترى خلق الإنسان للحركة، سوف نذكر الشيء هذا. الآن النشاط البدني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خاصة للناس اللي هدفهم خفض الوزن. أحزن كثيرا عندما أرى في ممشى على سبيل المثال واحد مصاب بالسمنة ويهرول.
الركب الهرولة دمار، نوع من النشاط البدني المدمر لمفصل الركبة. صحيح. لن يستطيع هذا الشخص حتى أن يذهب بعد كذا إلى عمله أو إلى دورة المياه أكرمكم الله أو احتياجاته اليومية، لن يستطيع أن يتحرك، لأن هذه جرعة من النشاط البدني مضرة، ويجب جرعة خاطئة جدا. يجب أن نخفف الوزن ثم نمارس النشاط البدني الملائم. طيب في شيء بديل؟ نعم، البديل عندنا الناس اللي عندهم مشاكل في الركبة أو عندهم زيادة في الوزن، قلنا الحمية هي الأساس، لكن ممكن يمارسون سباحة، ممكن يمارسون الدراجة الثابتة، ممكن الأوبتيكال، ممكن تمارين المقاومة. الأربعة هذه لا تسبب عبء كبير على مفاصل القدمين. خليني أعطيك بالنسبة للمفاصل القدمين، الآن الركبة المسكينة هذه ترى كل زيادة كيلو واحد عن الوزن المثالي يزيد 4 أضعاف العبء على الركبة. بمعنى إذا أنت عندك زيادة 10 كيلو في وزنك، 40 كيلو عبء على الركبة. أنا أضفت أربع أضعاف. بمعنى أنا سوف أضر الركبة عندما أمارس نشاط بدني فيه عبء على الركبة، القفز، نط الحبل، الهرولة، هذه ممنوعة، يجب ألا يمارسها أبدا. والله أنا أشوف ناس كثير في الممشى ما شاء الله هرولون، ويعني أوزانهم زايدة. طبعا ودك تمسك على جنب تقول لا تحمس، هذه سلوكيات غير صحيحة، يجب أن نحافظ على مفاصل الجسم. طيب خلينا دام ذكرنا مفاصل الجسم، خلينا نروح للناس اللي عندهم مشاكل بالمفاصل. كبار السن على سبيل المثال عندهم احتكاك في الركبة ولا التهاب في الركبة. خليني أنا أقول لكم على أشياء من الأنشطة البدنية التي تحمي المفصل، لكي نحمي المفصل، وهذه يجب أن السادة المشاهدين والمشاهدات يتذكرونها. أفضل حامي بعد الله سبحانه وتعالى للمفاصل ترى هي العضلات. العضلة عندما نقويها تحمي المفصل، يصير العضلة تتحمل العبء وليس المفصل. العضلة الضعيفة مفصل ضعيف. لذلك التوصية الأولى دراجات؟ لا، التوصية الأولى لكبار السن هي التقوية العضلية. رقم واحد عند كبار السن، التوصية رقم واحد يجب أن يقوون العضلات. لذلك سبحان الله عندما نقوي عضلاتنا تحمي مفاصلنا. إذن يجب أن نستخدم تمارين اسمها تمارين تقوية العضلية، تمارين المقاومة. بس دكتور إذا تسمح لي، يعني لو مثلا المشاهدين حيبحثوا عن هذا النوع التمرين، هو تحت مصطلح التقوية العضلية. نعم، تمارين المقاومة اسمها تمارين المقاومة لتقوية العضلات. جميل. وهذه أتوقع دكتور كمان حتى للناس اللي عندهم سمنة أتوقع يحتاجونها. تمارين المقاومة يجب أن تكون من ضمن البرنامج، لأن نحن بعد 35 عام سوف نفقد 1% من الكتلة العضلية، وهذا غير جيد. والناس اللي بالثمانين والتسعين سوف يفقدون 50% كل سنة من عضلاتهم. هذا ليش نحن نرى كبار السن ترى العضلات كل سنة أقل من السنة الماضية، ليلا 50% فقد في الكتلة العضلية، وهذا خطير جدا. هذا ليش التوصية الأولى لكبار السن التقوية العضلية، تقوية العضلات للحد من التدهور في الكتلة العضلية نتيجة التقدم بالعمر. طيب احنا تكلمنا قبل شوي عن بعض المفاهيم الخاطئة عند اللي عندهم أوزان زائدة بأنهم يهرولون ويضغطون على المفاصل. طيب ايش ممكن تنصحهم فيه أنهم يمارسون من الرياضات عشان بعد يقدر يخفف وزنه بدون ما ينهك الركبة والمفاصل؟ طيب نحن اتفقنا أن في خفض الوزن اللاعب الأهم هنا هي الحمية الغذائية. يجب أن يدخل ببرنامج للحمية الغذائية، يخفف أول شيء يخفف أوزان 70% يخفف من الأكل. الأكل هو الأساس. الأكل هو الأساس. سوف نتحدث عن فرضا الناس الذين يعملون عمليات التكميم أو قص المعدة، بأسبوعين نلاحظ خفض كبير جدا وهم لم يمارسون نشاط بدني. لماذا؟ لأن ما في أكل. ما في أكل معناته خفض في الوزن كبير. قاعدة، النشاط البدني ليس لخفض الوزن لكن هو مساعد بعد كذا لكي لا نفقد الكتلة العضلية. بناية الجسم الكتلة العضلية أهم شيء، يعني نكسب 70 فائدة اللي نعرفها من النشاط البدني ونحافظ على الكتلة العضلية. لأن لو ما مارست النشاط البدني قلت أنا بس أبغى حمية،
إذا دخلت حمية غذائية لوحدها 50% من الخفض اللي في الوزن هذا ترى من العضلات ليس من الشحوم. لذلك نحن نقول حمية زائد النشاط البدني. والنشاط البدني ممكن يثبت الوزن، ممكن تستخدمه كتثبيت للوزن، تثبيت للكتلة العضلية. نعم. خلي الفقد أين سوف يكون؟ في الشحوم وليس في العضلات. تنمية العضلات وفقد للدهون. صحيح، هذا أهم شيء. خليني آخر شيء أبغى أعرج سريعا على آخر التوصيات التي أتت من المنظمة العالمية للصحة، وهذه سابقة حقيقة، يعني من 30 سنة لأول مرة 2020 منظمة الصحة العالمية تدرج الجلوس لأول مرة. ترى من 30 سنة دائما تقول نوصي بممارسة النشاط البدني. طيب ما الذي جعل منظمة الصحة العالمية تضمن في توصياتها الجلوس؟ لأن الحقائق 10 سنوات الأخيرة مخيفة، يعني كل ساعة جلوس تقلل من حياتنا 22 دقيقة، بل آثار الساعة هذه على صحة الإنسان كالآثار السلبية من شرب سيجارتين. ساعة جلوس، أنا أخيفكم الآن، ساعة جلوس ترفع من الإصابة بداء السكري بنسبة 22%، بل ترفع من نسبة الإصابة بالمتلازمة الأيضية ب 39%. بس عفوا دكتور، إيش اللي حصل؟ اللي حصل يعني لما انا الشخص اللي يقعد ساعة يصير كأنه يعادل عفوا مدخن؟ صحيح. ايه وش الغلط اللي حصل يعني جوة الجسم؟ اللي حصل ان الانسان لم يخلقه الله سبحانه وتعالى الا للحركة، يعني افضل شيء للانسان ان يتحرك، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني انا اذا ابغى اقرر الان اني اقف واتحرك، ترى بكل بساطة انا اقف واستطيع ان اتحرك، وهذه ترى نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يقدرها إلا الإنسان العاقل. تعرفون الناس اللي ملازمين السرير الآن، ترى التوصيات العلمية يجب تحريكهم كل ساعتين حتى لا يتأثرون. طيب الناس اللي على الكرسي المتحرك، التوصيات العلمية ومعرضين للجلطات صح؟ نعم، التوصيات الطبية العلمية تقول يجب أن يتحرك من مكانه ها يمين يسار ويحرك نفسه كل 15 دقيقة. إذن نحن أصبحنا نجلس كثيرا، العالم على الجوالات وعلى الأجهزة كثير، وعلى في الدراسة، في غير الدراسة، في العمل، في كل مكان نجلس. الآن الجيل هذا جيل مهيئ للجلوس، لذلك كثرة الأمراض. صحيح. وهذا الذي يسميه الآن أمراض الجلوس، اسمها أمراض الجلوس الآن أصبح لها مصطلح أمراض. نعم، الجلوس. أمراض الجلوس، أمراض الجلوس بما فيها داء السكري، أمراض القلب، تصلب الشرايين، دهون الثلاثية، 40 مرض، كل هذه يطلق عليها أمراض الجلوس. لذلك في 2020 منظمة الصحة العالمية أدرجت الجلوس من ضمن التوصيات الجديدة، أن يجب أن نقلل من الجلوس، بمعنى من كل جلوس 10 دقائق إلى 15 دقيقة يجب أن نتحرك لمدة دقيقتين. ترى نفس التوصيات المتعلقة بالناس اللي عندهم مشاكل، لاحظوا. بس دكتور بقول لك شغلة، خلينا نكون واقعيين، في بعض الوظائف والأعمال شغلتك فيها وانت جالس، يعني الحل هذا كيف؟ يعني صحيح. في كثير يقول لك يعني حتى إلى درجة من كثرة جلوسهم تطلع عندهم عضلات في غير مكانها، عضلات البطن، عضلات الأكتاف، يعني حتى سائد. صحيح. وش طلع الأجهزة، ايش طلع لها؟ طيب الناس اللي يجلسون كثيرا يصابون بالأمراض أكثر ترى، وهذه مشكلة مرة كبيرة. يعني جسم الإنسان لا يفرق، أنت جالس تؤلف كتاب في الطب ولا جالس تلعب جيم في الكمبيوتر، لا يفرق، الآثار السلبية على صحة الإنسان واحدة. لذلك التوصيات الحديثة من فرضا المنظمة الأمريكية لداء السكري، وهذه جديدة، هذه 2018 أحدث شيء، وأول مرة تضمن في توصياتها للجلوس، تقول كل 30 دقيقة يجب أن تغادر الكرسي وتتحرك لمدة 3 دقائق. إذا قاعدة 30 دقيقة أمامها 3 دقائق للحركة، 10 دقائق دقيقة تقريبا. لذلك ما في حل أمامنا إلا أن نقطع عدد ساعات الجلوس المتواصلة كل 30 دقيقة. نعم، لا نجلس بصورة متواصلة، لأن هذا سوف يؤدي إلى حدوث الكثير من الأمراض. يعني حتى لو وظيفتك يعني تجبرك على الجلوس على المكتب، بعد 20 دقيقة ثانية قم تحرك. يجب أن تتحرك. أيه؟ يجب أن تتحرك، كل التوصيات العلمية تقول يجب أن تتحرك. وإذا لم تتحرك طيب
آخر دراسة 2016 أجريت على أكثر من 50 دولة، وجدت أن 3 ساعات جلوس هي سبب الوفاة لأكثر من 430 ألف وفاة في العالم، يعني 500,000 تقريبا بسبب الجلوس فقط 3 ساعات. إذن نحن أمام خطر كبير جدا، ليس فقط ممارسة النشاط البدني أو عدم ممارسته، لا، في ساعات الجلوس اللي نقضيها. احنا كلنا كبير. بدون صراحة، خلينا نقول بدون استثناء، مصابين بمرض الجلوس، إما قدام التلفزيون أو أمام شاشات الجوالات. صحيح. حتى إذا كنت بتقرأ بتجلس. للأسف احنا لازم نعيد ترتيب أنفسنا في موضوع الجلوس. للأسف أغلب نشاطاتنا الروتينية يعني وأنت جالس تعتمد يعني على الجلوس. صحيح. فعلا كلامك مهم صراحة، إنه لازم احنا ننتبه لهذا الموضوع. صحيح. فثلاثين دقيقة هذه لازم نحفظها عبد العزيز، 30 دقيقة مقابلها 3 دقائق. احنا المفروض المخرج يعطينا بعد كل 30 دقيقة فرصة ان احنا نمشي شوي. صحيح، ما يقصر في الفاصل. طيب تحب تضيف شيء دكتور؟ طيب انا اقول يمكن هذا الكلام البعض يعتقد انه نظري، لكن نستطيع ان نطبقه. يعني انا من سنوات حقيقة ما لا يوجد عندي كرسي في البيت عشان اجلس عليه، يعني معظم الوقت الذي أقضيه في القراءة أو في محاضراتي أو في تأليف الكتب أما من وضع المشي أو الوقوف على السير المتحرك. محاضراتي لطلابي وطالباتي في جامعة الطيبة كل 60 دقيقة أنا أعطيهم من 5 إلى 7 دقائق بريك، والبريك هذا نشط، أقول لهم يجب أن تذهبون وتأتون مرة أخرى يتحركون فيه. يعني نستطيع أن نطبق هذا الشيء في حياتنا. الله يعطيك العافية الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فيسيولوجيا الجهد البدني، فعلا معلومات مهمة. طيب اليوم طلعنا بموضوع مرض أو أمراض الجلوس. لا تنسونا 30 دقيقة مقابل 3 دقائق، وبالصحة والسلامة.